ساعات بنشوف قبل الجواز هي بتبقى آه. بتشتغل وهم مخطوبين هي بتشتغل وناجحه ومعاها فلوسها ومع عربيتها وناجحه بعد كده اول ما يتجوز وهو الاول ايه بيمدح في نجاح أي. قد ايه انت ناجحه قد ايه انا بحب الست الناجحه قد ايه انت واخده بالك بالك من جسمك قد ايه انت ر... قد ايه ليكي اصحاب كتير في الشغل م. ومجتمعيه جدا آه. وحبوبه بقى اول ما يبتدي يتجوز شيلي دمنا على الفيسبوك أوه. البنات بس اللي على الفيسبوك واقعدي بقى في البيت عشان تاخدي بالك مني. ده اسوا طب ده عايز ايه؟ ما انا هقول لك على حاجه ده اسوا راجل تقابليه في حياتك. اه لا اهو انا راجل اهو <applause> بس نقول الحقيقه أوه. ليه بقى؟ لان انت ارتضيت في اول يوم على ان هي بتشتغل ان هي عندها شغل كذا عندها اصدقاء كذا في حدود الاحترام والادب والاخلاق ما قلناش حاجه الزماله <applause> عندها عندها عربيتها <هو> وبتسوق وهكذا <applause> الى اخره. فده باكج على بعضه انت ارتضيت بيه ومع ذلك حط بقى قدامها كلمه حلوه انت قلتيها قوي اللي هو شكلها كده ولبسها كده أيوة. وجسمها والستايل بتاعها كده ايوه فانت حابب بقى ان انت تنقي أيوة. لا انا دايما اقول لهم ايه للرجاله او للستات يعني وخاصه الرجاله في الموقف ده أوه. انت مش رايح عند بتاع خضار ايوه مش رايح تنقي الطماطم والخيار بالزبط. واللي مش أوه. عارف ايه لا مش هتنقي انت خدت القرار ان انت خدت كذا بكل صفاتها كمل بقى على كده، ما تجيش تلغي وتقول لا انا عايزه تفضلي حلوه وجسمك كويس وشكلك حلو و وهكذا الى اخره، بس في نفس الوقت ما فيش شغل، ما فيش اصدقاء، ما ما تنزليش تروحي للكوافير، ما تعمليش ما اعرفش ايه ما تعمليش لا وبعدين ما. فجاه هي كانت بتبقى لابسه لبس حتى لو هو خارج على المألوف بس انت رحت لها وانت عايزه يعني ده؟ انت هي عجبتك وهي بتلبس اللبس آه ده اه اه بعد شويه بقى لا ما عنديش انا تبقى بنطلون مقطع وما اعرفش ايه وتلبسي لي مايو ايه في الب... فلو الله طب يا. ما انت رحت وهي كانت بتلبس كده انت ليه وافقت من الاول مثلا ونقول للست برضو نفس الكلام آه. انت من الاول قلتي له انا كده هفضل كده خير وبركه قلتي له انا هتغير خلاص ده ذنبك بقى <applause>